طب انا عايز اعرف فيما يقتصر دوركم كتنسيقيه شباب الاحزاب في العمليه الانتخابيه للمصريين في الخارج او في الداخل اللي هتبدا ان شاء الله يوم 10؟ عمليه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بدات من بدايه التوعيه بنعم المشاركه، واطلقنا حمله بفكره توعيه المواطنين بالمشاركه، ودي على مستوى محافظات مصر كلها. بعد كده اطلقنا نظام الكتروني. النظام الالكتروني دوت بيتم من خلاله المتطوعين لدينا في الدول المختلفه فيما يقرب من 33 دوله بيقدموا لنا تقارير بشكل مستمر ودائم على مدار ال 24 ساعه باللي بيتم فيه المشهد الانتخابي خارج البلد، ومن خلاله بنرفق ده في غرفة العمليات المركزية والمركز الإعلامي في شكل تقارير نهائية لتحديد شكل الموقف النهائي أو المشهد النهائي للانتخابات. هل رصدتوا أي معوقات من خلال متابعتكم لانتخابات الرئاسة في الخارج؟ حتى الآن ما فيش معوقات يعني قوية نقدر نقول إن هي موجودة، إلا إن مثلا يكون في تغيير في الأجواء المناخية، ده بيكون في صعوبة زي ما شفناه في أستراليا وأسبانيا وغيره من دول أوروبية كتيرة، إن بيكون في ضغط في الأجواء المناخية. ولكن الجاليات المصرية ساهمت معنا بشكل كبير جدا إن هي توفر الباصات اللي تنقل الناخبين من منازلهم إلى المقرات الانتخابية. ممكن شاهدنا بس إن في لو ناخب نسي إن هو يجيب الأصل الخاص بالباسبور أو إن هو يجيب الرقم القومي الخاص به الاصل، ولكن دي برضو بنتغاضى عنها ان احنا نوصل المتطوعين بتوعنا يوصلوا رساله للناخبين ان ايه الاوراق المطلوبه للعمليه الانتخابيه. لمزيد من التيسير يعني. لمزيد من التيسير مظبوط، ان هو يكون في عندنا اليه بنوضح فيها للمواطن او الناخب ان حضرتك محتاج ان انت توفر الاوراق اللي طلبتها الهيئه الوطنيه للانتخابات لان هو يكون يتم عمليه الاقتراع. طب يعني الى اي مدى كان هناك التزام بضوابط الدعايه الانتخابيه؟ الدعايه الانتخابيه حتى الان لم يعني ترصدي يعني نرصد بالظبط اي تجاوزات، ولكن يعني في دعائيات خارج المقرات الانتخابيه ودي بتكون ما فيهاش اي مشاكل، ولكن لم نرصد اي تجاوز داخل غرف الاقتراع بوجود دعايه لاي مرشح. طب يعني الحقيقه يعني متابعه مكثفه من الهيئه الوطنيه للانتخابات على مدار الساعه منذ بدء العمليه الانتخابيه، وربما طبعا التجهيزات كانت من قبل بدء العمليه الانتخابيه لتصويت المصريين في الخارج، كيف رصدتي هذه المتابعه؟ اعتقد كمان ان للمره الاولى بنشهد تواصل عبر الفيديو كونفرنس مع السفراء، السفراء بانفسهم يدلون ب يعني التطور الجاري باجراءات العمليه الانتخابيه، كيف رصدتي ذلك في يعني كشابه وفي نفس الوقت من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب رصدتوه ازاي؟ من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين الهيئه الوطنيه للانتخابات من اول مؤتمر اطلق ليها الاعلان عن موعد الانتخابات والتفاصيل الخاصه بالمواعيد كنا متواجدين بالمؤتمر ومتابعين الحركه بشكل كامل في الجدول الزمني للانتخابات. بالنسبه للغرفه الخاصه بالهيئه الوطنيه للانتخابات ومتابعتها للامر خارج الدول او في الدول المختلفه، ده يعتبر بالتقنيه الحديثه للتكنولوجي ان هم يستخدموها بالكونفرس كول، ده معناه ان هو بيثبت لنا اكتر ان في شفافية ووضوح على مستوى اللجان المختلفة، وان احنا ندرس الامر من واحنا في مصر بشكل سريع، ولو في اي تجاوزات او في اي مشكلات تقدر تتدخل فيها الهيئة الوطنية للانتخابات. طيب تنسيقية شباب الاحزاب يعني كيف ترى مشاركة القضاء باشرافه بصفة عامة على الانتخابات الرئاسية في عام 2024؟ اشراف القضاء اوريدي هو موجود اكتر من مره في استحقاقات انتخابيه ومتواجده يعني سابقا، ولكن المره دي هو يعني في فوكس اكتر على الاشراف القضائي، واحنا شايفين في اهتمام كبير طبعا لان الاستحقاق الانتخابي الموجود حاليا هو اهم استحقاق انتخابي يمكن بيمر علينا في مصر، فبالتالي ان احنا بنشيد بجهود الهيئه الوطنيه للانتخابات والاشراف القضائي المتواجد فيها. هل بطريق اهم استحقاق انتخابي لانه استحقاق رئاسي او بما معناه يعني ياتي برئيس للبلاد، ام لظروف داخليه وظروف خارجيه وتحديات كثيره؟ للسببين الحقيقه يعني اولا لان هو استحقاق انتخابي واختيار رئيس مصر القادم ده من اهم الاستحقاقات او يعتبر هو اهم كرسي موجود في البلد، فبالتالي ده بيكون اهم استحقاق لينا. بالاضافه ان احنا في ضغوط في المنطقه الفتره السابقه، وده بيخلينا ان احنا نهتم كويس جدا ان احنا نتخطى الظروف والاجواء المحيطه بينا في المنطقه ان احنا برضو نكمل عمليه الانتخابات وان احنا نحدد مين هو رئيس مصر القادم. هل ترى ان هذه الضغوط عامل ضاغط لمزيد من المشاركه؟ بالعكس،
يعني باللي احنا شفناه في مشاركة الناخبين وإصرار المصريين ان هم ينزلوا في ظل الضغوط دي، لا بالعكس هم بيوصلوا رسالة يمكن للعالم كله ان احنا قادرين في ظل اي مشكلات او تحديات بتستهدف المنطقة المحيطة بينا احنا لا مكملين وبنكمل الاستحقاق الانتخابي بتاعنا. طيب الدعاية الانتخابية للمرشحين قراءتك ليها، وهل اختلفت عن المرات السابقة ومن خلال مثلا متابعتك لكافة الفعاليات الأنشطة المؤتمرات الجماهيرية انطباعك عنها ايه؟ بالنسبة للدعاية الخاصة بالمرشحين الأربعة اللي موجودين، الدعاية فيها حيرية جامدة جدا بالنسبة للتكلفة اللي موجودة. الجانب الآخر أنهم ملتزمين بالضوابط اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات سواء بالدعاية اللي موجودة أو سواء بمواعيد الصمت الانتخابي، فده دليل قوي جدا أن احنا عندنا وعي كامل بالجانب المحطوط من الهيئة الوطنية للانتخابات من كل المرشحين المتواجدين. طيب كتنسيقية شباب الأحزاب كيف يعني ترصد شفافية ونزاهة العملية الانتخابية؟ من خلال اللجان اللي بنكون متابعينها بالغرف الاقتراع، ان قد ايه ان في حرص بالمتابعه من الاشراف القضائي المتواجد على الصناديق، وقد ايه ان في ضوابط محطوطه للناخبين ان هو ما يتخطاش الاوراق اللي موجوده، لازم تكون هي اوريدي الموجوده. ده كله دليل ان في شفافيه في تحقيق العمليه الانتخابيه في التزام بالضوابط المتواجده. طب بتنظري ازاي للرقابة الدولية المتاحة على الانتخابات؟ يعني هو جانب قوي جدا بالنسبة لنا ان هو في رقابة دولية على الانتخابات، ده دليل ان احنا اوريدي بنصدر ان في شفافية ومصداقية بالنسبة للجانب الخاص بالانتخابات او استحقاق الانتخابي في السفارات، وهم مشاركين معنا بشكل قوي جدا برضو في ان هم بيتابعوا العملية الانتخابية. طيب لو قلنا بالنسبة لإجراءات التيسير، ضوابط العملية عملية التصويت هنا في حد ذاتها كيف تريها؟ ضوابط عملية التصويت في حد ذاتها والتيسير فيها كيف تريها؟ يعني مثلا ان اتاحة التصويت بالرقم القومي اذا كان غير ساري، لكن التصويت بالباسبور يشترط ان يكون ساري، ان فيما فوق سن 18 من حقه ان هو يصوت، اقل من كده ضوابط مهمة. ضوابط مهمة جدا ان هم نلتزم بيها، لان هو اوريدي بينص عليها القانون المصري في من له حق التصويت ومن له حق الاقتراع بيكون من سن كام لكام، فدي ضوابط مهمة جدا نلتزم بيها لانه بينص عليها الدستور والقانون المصري. طيب والجوانب اللوجستية اللي طبعت واتخذت في السفارات والقنصليات للتيسير، يعني هنا دي برضو اجراءات من اعتقد لم تكن موجودة من قبل بهذه التجهيزية. يعني الوضع اختلف يمكن على الانتخابات السابقة، في انتخابات الرئاسة سواء 2018 أو 2014 تيسير فكرة أن وجود الأدوات أو اللوجستيات الموجودة سواء الحبر السري والأوراق الخاصة والكشوفات، ده يعتبر المرة دي في دعم قوي جدا فيه والتزام من الهيئة الوطنية للانتخابات أنها توفر بشكل كبير جدا اللوجستيات لأنها تغطي على عدد الناخبين المتواجدين. طيب ثلاثة من المرشحين، هم أربع مرشحين للانتخابات الرئاسية، ثلاثة من المرشحين ينتمون لأحزاب سياسية بعينها، بينهم يعني مرشحان لديهم كتل تصويتية في البرلمان، حملات انتخابية قامت بجولات كثيرة، إلى أي مدى بتري يعني دور الأحزاب السياسية في مصر؟ هل أصبحت قوية أم ما زالت في حاجة إلى المزيد من التقوية؟ بالمشهد اللي احنا بنشوفه في الانتخابات الحالية ان يكون عندنا ثلاثة مرشحين بينافسوا وهم ليهم مرجعية حزبية، ده دليل ان احنا عندنا مشاركة قوية جدا سياسية وان احنا عندنا ملحمة سياسية كمان موجودة، وبدأ فيه يكون وعي سياسي بحيث ان احنا يظهر لنا في المشهد ده منافسة على كرسي رئيس الجمهورية.